تفاصيل اكتر من الكابتن محمد محسن ابو جريشه مدرب نادي الاسماعيلي. مساء الخير على حضرتك يا كابتن. مساء الخير بحضرتك. اهلا بحضرتك. عايز اعرف منك يعني اخر التفاصيل بعد خلاص يعني ديدي جوميز خلاص ما بقاش موجود مع نادي الاسماعيلي وبالفعل بيودع الفريق وحضرتك والكابتن ادهم استحضار اللي هتقوده الفريق فنيا في المباراه القادمه. السنه بدايه الحمد لله طبعا انا شايف ان الكوتش جوميز ادى مع عليه بشكل جيد جدا في النادي الاسماعيلي راجل اجتهد بس كان في عدم توفيق شويه وده طبيعي في وقت من الاوقات بيحصل تاثير. احنا مجلس الاداره طلب مننا كابتن ادهم ان احنا نبقى موجودين مع عندنا وده حصل قبل كده الفتره اللي فاتت في فترات كنت شغال فيها لوحدي فترات بادي النادي بيشتغل فيها كتير. احنا موجودين ان شاء الله بحيث ان احنا يعني نحاول بس المباراه اللي جايه مباراه مهمه جدا بالنسبه للنادي وبالنسبه للعيبه وبالنسبه للجماهير مباراه مهمه جدا تاخد فيها 3 نقط. بنحاول بس اللعيبه ترجع عليها الثقه شويه المباراه ترجع علينا الثقه قدام فرقه محترمه بنحترمها جدا فرقه طبقه فرقه محترمه عندها لعيبه كويسه وعندها امكانيات فنيه كويسه وعندها مدربين على اعلى مستوى فان شاء الله تبقى مباراه بس مهمه نطلع فيها بالنسبه للنادي بحاجه كويسه بمكسب كويس يفرق مع الفرقه ان شاء الله في الخطوات اللي جايه ان شاء الله. هل يعني طبعا احنا كنا عارفين ان ديدي جوميز يعني القياده الفنيه في الحقيقه في المباريات اللي قادها للفريق كان غير موافق، هل ده كان قرار من مجلس الاداره بعدم الاستمرار بسبب النتائج اللي كانت غير موافقه مع ديدي جوميز؟ هو اكيد هو قرار طلع من مجلس الاداره امبارح وقدم شكر للكوتش، الكوتش زي ما قلت لك واجتهد جدا معانا اشتغل بشكل جيد بس كان في عدم توفيق شويه في النتائج، في الاخر انت الانديه الجماهيريه بالذات النتائج بتحكم فيها بشكل جيد بشكل كبير يعني. هل في تخوف من ناحيتكم في حاله ممكن يكون عدم تركيز او عدم استقرار بالنسبه لسه مدير فني سايبهم؟ طبعا انتم مع الفريق انا عارفه ولكن زي ما قلت لك بص احنا اولاد النادي بنشتغل في اي وقت عادي انا عارف لكن في الاخر احنا يهمنا تركيز اللعيبه. انا شايف ان اللعيبه الحمد لله مركزه بشكل جيد جدا امبارح في التمرين معانا مع كابتن ادهم ومعايا اللعيبه عندها اصرار ان هي تعمل حاجه جيده وترجع تاني الشكل للاسف الشكل السيء او يغيروا الشكل السيء اللي كتبوه الفتره اللي فاتت بالنسبه للجماهير دي تفرق كتير معانا. زي ما قلت لك هو مكسب مباراه يفرق كتير مع الفرقه الثقه ويبتدي يرجع الثقه كويس جدا ويبتدي الامور تبقى اهدى شويه لان انت طول ما انت بتلعب تحت ضغط طول ما الامور بالنسبه لك فيها يبقى فيها عدم تركيز شويه وعدم يعني ما تطلعش 100% من مجهودك يعني. اكيد. بالنسبه للمفاوضات وتجديد عقد فخر الدين بن يوسف الامور وصلت لايه؟ بصي ولا انا ما عنديش معلومه بالظبط ان دي حاجه بتخص لجنه التعاقدات لكن فخر الدين لعيب هو موجود دلوقتي في الطائره في الاسماعيليه يعني في مفاوضات معاه مع مجلس الاداره لكن في الاخر ما بعرفش الامور دي يعني. مباراه طنطا بكره باذن الله، هل في غيابات مؤثره على الاسماعيلي في المباراه؟ بص احنا الفتره اللي فاتت كان عندنا بعض الغيابات، كان عندنا بعض اللعيبه المحترفين ما كانوش موجودين، الحاله الفنيه برضه بعض اللعيبه اتاخروا علينا فتره الاعداد دي اثرت كتير على الشكل بتاع الفرقه. الحمد لله انت النهارده رجع لك همام مش في حالته 100%، شلونجو رجع من هذا الماتش اللي فات، باهر ابتدى يرجع الحمد لله اتمرن معانا امبارح، دونجا ابتدى يتمرن معانا، فاضل رجع للقاء يعني رجع معانا بس عنده شد فهيبعد المباراه اللي جايه دي وان شاء الله يبقى معانا في المباراه اللي بعدها. بعض الغيابات كانت كتيره في الفرقه لكن الحمد لله ابتدت ترجع تدريجيا بس ان شاء الله طبعا هيضطر ان احنا مش كلهم هيبقوا موجودين لان في لعيبه كانت بعيده شويه عن الملعب الفتره اللي فاتت محتاجه وقت شويه لغايه لما ترجع. طبعا فضل اعداد النوجه تبقى فتره نقصر المسافه شويه بحيث ان هم يبقوا موجودين مع الفرقه ان شاء الله كابتن مع المجموعه اللي موجوده وشغاله الفتره اللي فاتت كلها يعني. كابتن محمد محسن ابو جريشه مدرب نادي الاسماعيلي انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا.